كنت جالس في الشقة ديالي والزوجة ديالي سميتو شافت الناس كيخرجوا هكا على برا، قلت انا واقيلا راه ربما شي قنينة غاز ولا هذا هي اللي سبب المشكل. في الاخر كنكتشفوا بانه الشعلة العافية في لاكاب، وقلنا سميتو هبطت انا باش نشوف السيارة ديالي، تخنقت وليت انا باقي الدخان مجهد، ما قدرتش، ما كيبان والو الظلام، صافي انا نخرج بحالي، صافي قلت ما عندي ما ندير. سمعنا هنا بعض الساكنين ديال هنا بعد العمارة هذه كيقول لك بان جوج ديال المطر درجة نارية اللي تحطوا. انا ما السيارة ديالك كيفاش لقيتي السيارة ديالك؟ لا هبطت، مازال انا ما قدرتش نهبط بسبب الدخان داكشي، ما قدرتش نهبط، فهمتي؟ انت من الساكنين ديال الابراج الفيدا في الموبل ا. شحال من عام نتوما كتحققوا السيارات ديالكم؟ المده ديال 3 سنوات دابا. عمر ما وقع شي؟ ما عمر وقع شي حاجه. والسبب ديال الحريق هذا؟ انا كنقدر نقول بانه يقد يكون من الماء، لحقاش المشكل ديال الماء بدا في شهر 9 ديال 2020 وعامين، والسنديك ما عمرو سميتو قد يصلحوا هذه المشكلة، فهمتي؟ كتقول شي كان الامر غريب، ان هاد 3 ايام عشنا حراره اللي هي مفرطه. ما فهمتش كيفاش الماء. لا كان قلت لك انا كان مشكل في القوادس اللي كاينين في تحت في لاكاب، راه مده ديال سنتين دابا هو الماء كيهبط وما مسوقينش ليه، كيصلحوا لك الجهه الاخرى ديال بي والسي وهذا، وكيسحب لهم زعما راه مقداوها واحد الفئه والجهه ديال الأ سامحين فيها، وهو دابا هو قد يكون هذا سبب رئيسي انه ندلع داك الماء مع وسبب سيركوي مع الكهرباء وقع واحد التماس كهرباء عندنا. قد يكون هذا عامين مده سنتين هو الماء يقطر في والناس ما صلحوش، ما كيصلحوش، كيبغيو غير الفلوس يتخلصوا في السنديك، في راس الشهر يجي يقول لك اعطيني 200 درهم ديال السنديك، وهما ما كيديروا لا خدمات لا والو، ما كاينش خدمات. شهر 3 لشهر 11 في 2020 ما كانش السنديك، ياك شهر ديال هذا العام ديال 2022 شهر 1 و2 وشهر 9 و10 ما كاين لا سيكيريتي لا ميناج. اش كتقول هاد الناس هادو اللي هما مكلفين بالصيانه ديال العماره هذه ومكلفين ب اش نقول لهم؟ خاص يتجمعوا كاملين ويتحدوا باش يصلحوا هذه الامور هذه، والا غادي يزيد هذا الشيء يتعقد. هاد الناس اللي هملات هذه المنطقه هذه المنطقه ا وكيتوجهوا بي والسي قلتي ياك؟ علاش واش الناس ما كتخلصش هنا السنديك؟ واش لا الا جيتي تقلب هذا الموبل ديال ا فيها 16 بارتمون، هذيك الجهه كاين 324 بارتمون في كل شيء، كاين 324 بارتمون في هذه الابراج كامله، هذه الجهه فيها 16 بارتمون، والناس ديالها في الخارج كيجيو كيخلصوا العام ديالهم كامل، ومنهم حنا كنخلصوا، كاين واحد الناس عراهم كيخلصوا غير 16 بارتمون، هما بي وسي عندهم 64 بارتمون، 72 بارتمون في كل طبق، فيه خمسه ديال الطبقات، خمسه ديال البارتمون في واجهه واحده، ميهم عرام وما مخلصينش. الا جيتي تقلب على الفلوس ديالهم اللي ما مخلصينش تلقى واحد 20 مليون مجموعه ولا هذا كيسالهم السنديك، حنا داكشي قليل، فهمتي؟ حتى داكشي اللي كيتسال الناس قليل ماشي مقارنه مع الاخرين. شتك اخويا ما بين سقسي خبر بان السيارات ديالك راه هي كاينه تما في الكراج من تحت انت اللي حاطه تما، وسقسي خبر بان الحريق راه شعل في هذا الكراج هذا، ما فكرتيش راسك اخويا قلت لي هوتي بواحد الطريقه اخويا بغيتي تشوف غير السياره ديالك؟ لا خرجت بعدا الابناء ديالي والزوجه ديالي لبرا لهنايا قبل العماره، وهبطت للسياره ديالي باش نخرجها حيت ما قدرتش، صافي استسلمت وطلعت بحالتي، اللهم الحياه ديال بنادم ولا فهمتي اهم من كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.